قلنا مع نادي الافريقي. انتصار منذ سنة 2007 الفرق التونسية غابت عنها الانتصارات في مصر بالذات، نحكيو على نهائي النجم الرياضي الساحلي والاهلي المصري وقتها. النادي الافريقي يكسر العقدة هذه بما انه البارح ينتصر هدفين مقابل هدف فضل غازي العيادي زو ضربات جزاء. نرجع على اطوار المباراة هذه بعد نرجع عليها بالتعليق والتحليل مع ضيوفنا. بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية، الافريقي امام حتمية العودة بالانتصار من مصر بالذات امام منافس صعب على ميدانه اسمه الاسماعيلي المصري، لكن عزيمة الافارقة وروحهم الانتصارية كانت حاضرة خلال مقابلة البارح، واكبر دليل على ذلك الاطاحة ببرازيل مصر في عقر دارهم بفضل ثنائية غازي العيادي من علامة الجزاء. وفي عودة لاطوار المباراة، الافريقي دخل المباراة بقوة وكان يعرف اللي هزيمة اخرى تخلي حظوظه في بلوغ الدور الثاني صعيب بيسر. وبعد مرور 3 دقائق لعب كاد الشماخي باش يسجل لولا القائم الايمن للحارس المصري. الافريقي كان اخطر، لكن الهدف جاء للاسماعيلي في الدقيقه 7 عن طريق بنسون تشيلونغو، وزملاء احمد خليل نزلوا بكل ثقلهم للهجوم بما انهم ما عاد عندهم ما يخسروا. مخالفه اولى للحداد تمر فوق المرمى بقليل في الدقيقه 26، وبعدها ب 10 دقائق عمل فردي من الدراجي ولمسه يد من المدافع المصري يزفر على اثر الحكم ضربه جزاء عدل بها غازي العيادي النتيجه. بعد هدف التعادل كان الكل يستعد للدخول لحجرات الملابس، ولكن الشماخي ابى الا ان يدخل الفرحه على جماهير الافريقي ليهدي ضربه جزاء ثانيه تقدم لتسجيلها العيادي في الدقيقه 45، ضربه جزاء احتج عليها الاسماعيلي. الدراويش دخلوا الشوط الثاني وهما مطالبين بالتعديل والانتصار، لكنهم لقوا قدامهم دفاع متماسك وحارس ممتاز تصدى لأكثر من كرة، ومع تقدم الوقت زاد غضب الجماهير واحتجاجهم على حكم المباراة اللي أوقف اللقاء بعد المقذوفات اللي تعرض لها مساعد الحكم، لتنتهي المباراة بفوز النادي الأفريقي 2-1. انتصار تاريخي لفريق باب جديد اللي حقق أول فوز للفرقة التونسية منذ 12 عام في مصر، كما نجح في تكبيد الإسماعيلي أول هزيمة فوق ميدانه في المسابقات الإفريقية منذ 12 عام. كانت هذه ثاني مباريات النادي الافريقي في دوري المجموعات في امجد الكؤوس الافريقيه. يلتحق بنا مراد محجوب، مرحبا بك سي مراد. خلنا ناخذوك متبقي البيت النار، نحكي على مباراه النادي الافريقي كيفاش ريتها البارح بعد هزيمه اللي كانت موجعه للنادي الافريقي. سامحوني بكل صراحه، معناتها تبغت معناتها بالوقت وما ريتهاش المباراه، اما الحاجه اللي نجم نقول على